خلينا نتكلم على الدوري الانجليزي مع واحد من نجومه السابقين، وكان طبعا نجم في وست هام يونايتد وكريستال بالاس، هيدن مولينز هو ضيفنا في السادسه. بدايه نشكره على وقته وعلى مشاركته معنا، واهلا وسهلا بيك في قناه الاهلي. Thank you. Nice to be here. شكرا شكرا، انا سعيد لوجودي هنا. ابارك لك طبعا بما انك نجم سابق في كريستال بالاس وست هام. امبارح وست هام حقق فوز على واحد من كبار الكره الانجليزيه، عملاق يظل عملاق حتى وان ابتعد عن تحقيق الالقاب، على مان يونايتد بهدف في البريمير ليج. صحيح انه الهدف يعني بغلطه من الحارس الكبير العملاق دخيا، ولكن فوز كان مهم جدا لوست هام. رايك في المباراه ورايك في النتيجه؟ نعم، أرى أنه كان فوزا مهما لوست هام في هذه المرحلة. هو واحد من الفرق من فرق السابقة كما ذكرت، وأنا مستاء لما أراه من مركزه الآن. هو نادي كبير، ليس في أفضل لحظاتي في هذه اللحظة، ولكن كانت مفاجأة بالنسبة لي أن نفوز على مانشستر يونايتد. نعم كانت مفاجأة، ولكن كانت مفاجأة سارة لنا. الجميع يقول أنها كانت خطأ من ديخية، ولكن وست هام أدى مباراة جيدة وقام بما يلزم للفوز، فبالتالي مرحب بهذه الثلاث نقاط إذا كانت على حساب مانشستر يونايتد. فالمنافسة الآن صعبة مع مانشستر يونايتد، بالنسبة لمانشستر يونايتد كما ذكرت صعبة أمام نيوكاسل وليفربول، فبالتالي وست هام فاز بثلاث نقاط مهمة في توقيت صعب أمام مانشستر يونايتد. فأعتقد أن هذه الثلاث نقاط ستفيد وست هام في المستقبل. بمناسبة كلامك عن مستوى وست هام يونايتد الموسم الحالي، موسم اللي احنا فيه دلوقتي، في كلام كتير او مقارنات، خليني اقول مقارنات بين موسم الحالي او مستوى وست هام في الموسم الحالي ومستواه في الموسم السابق تحت قياده ديفيد مويس. من وجهه نظرك ايه اهم اسباب التراجع، تراجع مستوى الفريق بشكل عام يعني؟ لا اعرف حقيقه، الامر صعب. هما طريقان، خصوصا ما حدث مع وست هام. اعتدنا ان نراه يحاول ان ينافس على المقدمه، ولكن اذا تحدثنا عن العام الماضي سنرى ان وست هام نعم ادى بشكل رائع واستخدم لاعبين جيدين كأنتونيو، وقد ادى بشكل مذهل في الموسم الماضي، ولكن ما يحدث الان لديك الكثير من الإصابات. لقد فقدنا العديد من اللاعبين المهمين هذا الموسم، وبعض اللاعبين انتقلوا إلى أندية أخرى، فبالتالي وكذلك ديكلان رايس الأمر متاح له الآن لينتقل ويخرج من النادي. فهذا وكل ما حدث لم يسعف وست هام أن يؤدي بشكل جيد كما كان في الموسم الماضي. كان موسما طويلا الموسم الماضي، وكان موسما صعبا، وهذه ولاعبين مثل هؤلاء لم يعتادوا على المنافسة لمسافات طويلة كما يحدث في الأندية الكبيرة، وقد رأينا ما حدث أمام تشيلسي في مباراة سابقة. فأعتقد أن الآن وست هام يجب عليها أن يحاول أن يفوز بكل المباريات التي سيخوضها. أعتقد أن الأمر صعب، وخصوصا على نادي كوست هام ان يعيد الكرة وان يفعل ما فعله في الموسم الماضي. فالامر صعب على وست هام خصوصا مع هذه التشكيلة من اللاعبين، الامر اختلف عما كان في السابق. فاتمنى طيب قبل ما اسالك على 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 شكل المنافسة في السنة دي ومين الاقرب، خليني اسالك الاول مين يستحق لقب الحصان الاسود في البريمير ليج؟ هل هو الأرسنال بعد المردود الأكثر من رائع الحقيقة اللي قدمه الموسم ده ومنافسته اللي ما زالت قائمة ويحتفظ بحظوظه في تحقيق اللقب، ولا فريق نيوكاسل يونايتد اللي جه من بعيد وأصبح من كبار القوم في الدوري الإنجليزي؟ أنا سأقول أرسنال، لأن الأرسنال يؤدي بشكل كبير هذا الموسم، يسير بشكل ثابت. لم يتوقع أحد أن نراه يسير بهذا الثبات لمدى بعيد في الدوري الإنجليزي، ولكن
أن يكون في المقدمة لهذا الوقت، أعتقد أن هذا أمرا صعبا. أعتقد أن مع تقدم الأسابيع ومرور الأسابيع نرى أن فريق أرسنال يزداد قوة، ومانشستر سيتي بالفعل استغلت خسارة النقاط التي تعرض لها أرسنال في الأسابيع القليلة الماضية، ولكن لنقول أن الحصان الأسود الآن. أستطيع أن أبارك لنيوكاسل أيضا، نيوكاسل أدى بشكل رائع هذا الموسم، أداء رائع. بالطبع الاستثمار ساعد كثيرا نيوكاسل، ولكنهم لم يستثمروا بشكل جنوني كما رأينا في بعض الأندية الأوروبية، ولكن استثمروا بشكل عقلاني ومتوازن. استخدموا لاعبين ليسوا في أعلى المستوى على مستوى الأسماء، ولكن أدوا بشكل رائع جدا جدا. وبالنسبة لنيوكاسل أستطيع أن أقول أنه قريب من الصعود إلى الشامبيونز ليج في الموسم القادم. المنافسة صعبة، ولكن نيوكاسل أدى بشكل رائع كوجود مدير فني كإيدي هاو، الأمر رائع بالنسبة لنيوكاسل. لكن ما نقدرش نستبعد ليفربول برضو اللي دخل في الصورة. إحنا هنا في مصر جماهير الكرة في مصر تحب جدا تشوف صلاح في الشامبيونز ليج، والحقيقة أنه تقدر تقول أنه رغم البداية السيئة في بداية الموسم لليفربول، لكنه استعاد جزء من رونقه وجزء من قوته، ودخل في مرحلة الصراع على التأهل للشامبيونز ليج. مين الأقرب من وجهة نظرك للحصول على بطاقة الدوري الإنجليزي في التأهل لبطولة دوري الأبطال؟ بالنسبة لي كما قلت أنت، ليفربول لديهم مدير فني رائع، لاعبين رائعين، لديه ثقافة الفوز بالبطولات، واستطاع أن يستمر على هذا الأداء لأربع مواسم متتالية. فأستطيع أن أقول أن ليفربول لديه منافسة مع نيوكاسل ومانشستر يونايتد، ولكن ليفربول لديه الأفضلية بشكل قليل، ولكن لديهم الأفضلية في الأسابيع القادمة. لقد أدوا بشكل رائع كما رأينا محمد صلاح أدى أداء مذهلا في الثلاث أسابيع الماضية. بدأ محمد صلاح يستعيد مستواه ويحرز الأهداف، فبالتالي نيوكاسل ومانشستر يونايتد لديهم فرصة، ولكن الفرصة الأقرب لليفربول للصعود للشامبيونز ليج، لأن الشامبيونز ليج الآن أصبح كبيرا عما كان من قبل، والمنافسة فيه أصبحت صعبة، فبالتالي يجب على الفريق الذي سيصعد أن يكون متأهبا. نيوكاسل ومانشستر يونايتد بالطبع قريبين، ولكن ليفربول لديه الفرصة الأكبر. يعني طبعا أنا من محبي ومن عشاق محمد صلاح، ولكني من مشجعي المان سيتي، وبالتالي من كلامك كده إحساسي بيقول إنك حاسس إنه المنافسة حسمت، أو إنه اللقب في أغلب الأحوال هيكون في صالح مان سيتي الموسم ده بالنسبة بريمير ليج طبعا. نعم اللقب أصبح في كفة مانشستر سيتي بشكل قليل. التشكيلة التي مع بيب غوارديولا وهذا المدير الفني المذهل بدأوا الآن في استعادة الحفاظ على النقاط، واستعاد كامل تشكيلته في الأسابيع الماضية. هذا شيء لم نراه طوال الفترة الماضية بالنسبة لمانشستر سيتي. هو مانشستر سيتي الآن يحاكي مستواه السابق في الموسم السابق بالقوة التي أنهى بها الموسم. الآن مانشستر سيتي لديه مباريات في المتناول، ويمكن أستطيع أن أقول الآن أن نعم الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في متناول مانشستر سيتي. طيب خليني أروح لدوري الأبطال، وبوكا عندنا مواجهة كلاش من العدد الثقيل، بشوف أن مباراة تليق أنها تكون نهائي البطولة الحقيقة ما بين الريال بنجومه بتاريخه الكبير جدا، وهو ما زال حامل لقب بطولة دوري الأبطال، في مواجهة أقوى فريق على سطح الكرة الأرضية، مواجهة المان سيتي بقيادة الدبابة النرويجية إيرلينج هولاند. خليني أخذ رأيك وأقول لك قبل ما أسمع رأيك في المواجهة، تصريح لوين روني طبعا نجم المان يونايتد السابق، قال أنه السيتي بكرة سيسحق ريال مدريد، وأنا شخصيا أتفق مع روني في الجزء أو القصة اللي قالها أنه السيتي هيقوم بكرة أو هيقدم بكرة عرض كبير وفوز عريض على الريال. تتفق ولا تختلف، وشايف المواجهة إزاي؟ لا
لا لا لا لا اتفق ولا اعتقد ان مانشستر سيتي سيسحق ريال مدريد. لا ريال مدريد لديه اكثر من 4 سنوات يواصل العمل الجاد في دوري الابطال ويفوز بدوري الابطال وكاس العالم. نعم ريال مدريد فريق كبير لديهم خبرات متراكمه في دوري الابطال. اعتقد اني اتفق ان مانشستر سيتي هو اقوى فريق في العالم كما ذكرت انت، ولكن هم اقوى من ريال مدريد في الوقت الحالي. لديهم كيفن دي بروين الان، واحد من افضل اللاعبين في العالم. نعم ستكون مباراه صعبه، سيكون هناك تضييق في المساحات وليس لن تكون مباراه مفتوحه، ولكن مانشستر سيتي سيسحق ريال مدريد؟ لا اعتقد ذلك. أعتقد أنه سيكون نهائي مبكر وستكون فرصة جيدة أن نرى مباراة بدوافع كبيرة مثل هذه المباراة، ولكن صح ريال مدريد؟ لا نعم ستكون مباراة قريبة. من الأربعة الكبار اللي تأهلوا للدور قبل النهائي، الإنتر والميلان الريال والسيتي، مين فرصه أكبر أو مين ترشحه لتحقيق لقب البطولة؟ مانشستر سيتي بالنسبة لي هو أفضل نادي، لديه أفضل مدير فني وأفضل تشكيلة. نعم بنزيما هو واحد من أفضل المهاجمين في العالم، ولكن هالاند الآن أصغر وأقوى. مانشستر سيتي الآن لديه القدرة على تدوير الكرة بشكل رائع أكثر من أي فريق في العالم. نعم مانشستر سيتي بالنسبة لي سيفوز بدوري الأبطال. هيدن مولينز بشكرك شكرا جزيلا، وقبل ما أختم لقائي معك عايز اسالك على اعتقد في تيشرت لمنتخب الارجنتين يمكن ظاهره في الخلفيه بتاعتك، وفي اعتقد تيشرت ثانيه بس مش قادر اعرف يعني من لونها كده توقعت انها تكون للارسنال مثلا في سنه من السنين الارسنال. دي تيشرت الارجنتين رقم 11، ايه قصتها وايه حكايتها؟ نعم هذا تيشرت روبرت بيريز من الارسنال، كانت مباراه ضد الارسنال وكان اخر موسم لروبرت بيريز، وقد احتفظت بهذه النسخة من اللقاء ضد الأرسنال. أعتقد كأنه كان أحد نجوم المفضلة، وأعتقد أنه كان سعيدا في هذا الموسم. نعم أنا احتفظت بهذه التذكرة بعد اعتزال روبرت بيريز. وتيشيرت الأرجنتين؟ نعم الأرجنتين، هذا كارلوس تيفيز، طبعا هو لاعبي السابق لعب معي حينما كنا في ويست هام، ولعب في مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. كارير رائع لكارلوس تيفيز. أنا احتفظت بهذه النسخة، طلبتها منه بشكل شخصي وقد أحضرها لي. أنا كنت محظوظ أن أحتفظ بهذه النسخة لأنه لاعب رائع ولاعب رائع أن أحظى بالتيشيرت الخاص به وأن أرافقه في الملاعب. هذه أنا فخور للاحتفاظ بهاتين النسختين. طبعا نجوم مهمين جدا في الكرة العالمية وفي الكرة الإنجليزية، سواء كارلوس تيفيز طبعا مهاجم منتخب الأرجنتيني، أو روبرت بيريز واحد من اللاعبين الوسط الملعب اللي كانوا مميزين جدا مع الأرسنال أو مع المنتخب الفرنسي. بشكرك شكرا جزيلا، اتشرفت بلقائك وبتمنى لك طبعا كل التوفيق. شكرا على مشاركتك معنا هيدن مولينز، طبعا نجم وست هام وكريستال بالاس السابق، كان ضيفنا في السادسة.